حراس الطرب الأصيل يرونه انهياراً، وفرسانه الجدد يرونه مساحة رحبة للمتعة. هو الراب الذي تمرد أصحابه على كل شيء، على الكلمة البليغة واللحن الأصيل والصوت المدرب المشبع بالمقامات. لسه لسه بدري، لسه 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 بدري، لسه لسه بدري، لسه بعافر لسه بجري. هو الراب الصاخب الذي فشل رواده الأوائل في السبعينات في غزو الأذن العربية، لكن موسيقيه الجدد احتلوا المقدمة في تطبيقات الاستماع ووسائل التواصل. الراب هو اللون المحظوظ الآن في عالم الموسيقى، يدخله فنانون وممثلون وشباب يبحث عن حلول لمشاكله الاجتماعية. لا يشترط صوتاً طربياً، بل خيالاً موسيقياً وأداءً ملهماً، كما فعل أحمد مكي الممثل المعروف بأعماله مثل وقفة نصية زمان وأطر الحياة وأغلى من الياقوت وأخرت الشقاوة. كل لفة عقرب ساعة عمري بيتسرسب بيعدي، الناس والدنيا بتتغير حتى الحديد بيصدي، وأنا الوحيد واقف مكاني ثابت، في ناس اختارت سكة صابت، ناس تانية اختارت سكة خابت. إحساس قاسي وصعب لما الناس تشوفك فاشل، أبوك وأمك وأخواتك وأصحابك شايفينك عاطل. وكذلك أحمد الفيشاوي ومن بعدهم أسماء باتت لامعة في عالم الأندرجراوند مثل مروان بابلو وويجز. بحب الإحساس اللي بيجيلي لما الناس بتحبني، اديني نمبر أي نمبر حتى لو هدسني، إلا هاردة أيوة هاردة طبعاً قرب بصلي. نشأ الراب في نيويورك كفن يقدم وجهة نظر موسيقية في قضايا اجتماعية، لكن البعض يعتبره تطوراً لفن المونولوج الذي قدمه قديماً أسماء عربية مثل عمر الجيزاوي وفنانون مثل فؤاد المهندس. تميز المونولوج بالحفاظ على اللحن المنتظم الذي يصادق قواعد الغناء ومقاماتها، فيما يتمرد الراب على كل ذلك. وبعد سنوات طويلة من المقاومة احتل وجدان المستمعين الشباب.